أفاد موفد أونلايف في ليبيا بوصول مفعول موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إلى مدينة بني غازي، حيث كان في استقبال عبد الرحمن العبار عميد بلدية بني غازي. كان موفد الأمم المتحدة غسان سلامة دعا إلى تسريع العملية السياسية في ليبيا عقب لقاء أمس وزير الخارجية التونسي خميس الجهناوي. قال سلامة إن اللقاء كان مناسب للتشاور والتداول حول أفضل السبل لمساعدة الشعب الليبي على تسريع العملية السياسية، مضيفا أن هناك فرصة كي يقوم الليبيون بإرساء مؤسسات ثابتة ومستقرة. وينضم إلينا من بني غازي موفد أونلايف بكر الشرقاوي. بكر، أهلا بك. يعني لو تطلعنا على آخر التطورات بشأن التفاصيل التي أوردناها في الخبر حول وصول غسان سلامة إلى بني غازي والاجتماع مع السيد العبار عميد بلدية بني غازي. وصل منذ قليل السيد غسان سلامة المبعوث الأممي للأمم المتحدة لليبيا، حيث وصل إلى مطار بنينة الدولي منذ قليل لزيارة مدينة بنغازي. تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها المبعوث الدولي للوقوف على آخر تطورات الأزمة الليبية. كان استقبال السيد غسان سلامة عبد الرحمن العبار عميد بلدية بنغازي وديوان بلدية بنغازي. تم استقباله في قاعة كبار الزوار بمطار بنينة، ثم التوجه بعد ذلك إلى جامعة بنغازي للاطلاع على حجم الأضرار التي لحق بالجامعة جراء الحرب على الإرهاب والتخريب الذي لحق بالجامعة من الجماعات الإرهابية. هذه الزيارة تتضمن عدة نقاط، وهي الوقوف على الحالة الأمنية لمدينة بنغازي بعد تحرير المدينة، وأيضا الاجتماع مع اتحاد طلاب جامعة بنغازي من قبل السيد غسان سلامة للوقوف على الآراء الطلاب وآراء الشباب بمدينة بنغازي حول القضية الليبية. نعم بكر، بشكل عام نشاط السيد غسان سلامة في ليبيا، يعني من خلال متابعتك لقاءاته في الفترة الماضية والوصول أيضا في هذه الفترة إلى مشروع الدستور الليبي وطرحه للتصويت عليه في البرلمان، يعني ماذا لديك من تفاصيل حول ردود فعل البعثة الأممية على هذا المشروع وبشكل عام موقف السيد غسان سلامة من ليبيا؟ بالنسبه لمشروع الدستور وخروج مسوده الدستور من قبل الهيئه التاسيسيه للدستور الليبي، كان هناك بيان رسمي من سافه الامم المتحده في ليبيا انها رحبت بهذه المسوده وخروج هذه المسوده بعد 3 سنوات من تاسيس الهيئه التاسيسيه للدستور. وايضا رحب السيد غسان سلامه بهذه المسوده على الرغم من ان هناك اراء في الشارع الليبي متباينه حول هذا الدستور ورافضه لهذا الدستور لما فيه من نقاط معيبة على حد الآراء التي طرحت في الآونة الأخيرة. السيد غسان سلامة يحاول على الأرض جاهدا أن يجمع كافة الآراء، سواء كانت بزيارته إلى طرابلس ولقاء فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي، أو في تجرك مع رئيس مجلس النواب عاطلة صالح، واليوم لقاء في فالبعثة رحبت بشكل كبير بمسودة الدستور وخروج مسودة الدستور، وترى انها الطريق حول الاستقرار في ليبيا وبناء مؤسسات الدولة على عكس ما يراه الشارع الليبي من ان الدستور فيه بعض الطاقات المعيبة والمخالفة. ويرى ان هذا الدستور تم التصويت عليه بشكل سريع مما يثير بعض الشك لدى الشارع الليبي. طيب بكر، يعني هل تم رفع اي دعاوى للطعن على هذا المشروع؟ لانه العديد من الاوساط والشخصيات السياسية الليبية قررت ان تطعن على هذه المسودة. بالفعل عدد من المعطين والهيئات ومن قبل قررت ان ترفع دعوى طعن امام القضاء الاداري لابطال مسودة الدستور وعدم الخروج به للتصويت عليه خلال الفترة المقبلة. اللي يرى هنا الجميع ان من يشكك في مثبت الهيئة التأسيسية والتي كان مقرر لها 4 اشهر وظلت 3 سنوات، والبعض يرى ان في هناك بعض القواعد المعيبة التي تسببت في تداخل الاختصاصات سواء كانت بين مجلس النواب والحكومة او مجلس النواب ومجلس الشورى طبقا لمسودة الدستور. فهناك طعن تم تقديمه بالفعل امام القضاء الاداري ليفصل في
مسودة الدستور. والطعن هو طعن شكلي وليس موضوعي حتى الآن، هو طعن شكلي من حيث التصويت على مسودة الدستور، حيث هو تم التصويت عليه كاملا وليس التصويت عليه باب باب بحسب ما ينص القانون الذي شكلت به الهيئة التأسيسية للدستور. شكرا لك بكر الشرقاوي، موفد أون لايف، حدثني من بني غازي ليبيا.